خلوني اوريكم اجوانا في الطائرة. نادرا ما الواحد يصور هو في الجو. والله يا غازي ان الطائرة هذه انا ما كنت احلم. سجد في نجدتي بريمة عالي قصيدة تعال ورق عنابي بالعمي سلام. ترى انا ما اكل بس عشان انت ما عليك يا غازي، انا قمت اكل ورق عنب على الحشكة نايم. من عنب ذا الوجه ما اطمع اركب الطائرة مثل اللعان اللي اركب السيارة ما قدم. ما كنت تركب الطائرة ولا تطمع فيها يا مخل. والله غازي اني مغر اشوفها معسف. سلام عليكم. مقضيه خطوطها اكلت من السيارات اللي دعست راسي واللي من هنا ورني اصبرني وين دعست السياره ورني اياها. شوف خليها تترقع من هنا كانت جنب راسي الدناقل ولا الالات. ابوي وش سوى؟ انت من قال لك تدعس البريء ما تشوف؟ ضرب الرجال اللي دعسك. يا ولد انت دقيت ام ورق العنب، وش رايك نقوم بحشر؟ والله مسكين ابك هذا ينقد على كذا. اعطيته ورق عنب ليش؟ عقب فقار الحاشي عقب الحشو والطليان اللي تبرق اكل ورق عنب. هذا معشق في الرجوله لاخر شيء. الرجوله ترند. هذا يوم كان يكد الى جهه الراكب ركب معه قال انا اسمي فلان فلان العتيبي. قال اركب والله ما اخذ على كل ريال. دام اخر اسمك عتيبي؟ اي ما دام اخر اسمك عتيبي اركب يا رجال. ما على راحت فلوس موت في تالي خبطت السياره وما استفاد. ابو حشر بندر ترى والله من اليوم يحش فيك مخلد. يا ويلك ويلو. انا مزحلق قلبي والله ماشي. اي والله حبيبي الله يسعدك تشرفنا بشوفتك. احنا يا قلبي انت وش انت؟ انا ايوه حاتم. ونعم من اهل ميسان ولا اهل قية؟ ولا يا قلبي انت. مع كثرة المصائب اللي تواجهنا في حياتنا نعتقد ان الدنيا مقفلة ابوابها وجهنا، ما استشعرنا قوله تعالى الموجود في سورة الشورى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وتمر أقدار الحياة ثقيلة فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقها سعة الحياة ورغدا. فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها حتى وإن طال البلاء وحده. مهما توالت عليك المصائب مهما طالبك الابتلاء احتسب الأجر وابشر بالعوض. صباح الخير يا صاح. أمسينا وامس الملك لله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تطبيقات التوصيل نعمة من عند المولى عز وجل لأنها صراحة توفر عليك الجهد والوقت والمال، لكن احيانا نواجه مشكلة اطلب صحن شاورما ب20 ريال ولا ب17 ريال الاقي التوصيل ب25 ريال. ما تسنك يا ابو زيد غزيت ما استفدت شيء. لكن في ظل التنافس الكبير بين شركات التوصيل هانجر ستيشن مكسر الدنيا. هانجر ستيشن احد عمالقة هذا المجال ومن اوائل الناس اللي صراحة فرقوا في هذا المجال. هانجر ستيشن يقول لك الان لو رفعت الشاشة حملت التطبيق عندنا خانة اسمها التوصيل ب5 ريال بس، ادخل عليها بتحصل قائمة مطاعم تطول، يصير انت تشتري من المطعم والتوصيل ب5 ريال كذا. اوكي كذا انا فعلا اختصرت علي وقت وجهد ومال. خلوني اوريكم. رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مرحبا يا ذكر الله. لو حملت تطبيق هانجر ستيشن ودخلت بتشوف قائمة العروض، ادخل على رسوم التوصيل ب5 ريال اطلب الحين. يا جماعة شوفوا القائمة اللي تطول، تبغى يجيبون لك المطاعم اللي حولك اللي التوصيل فيها ب5 ريال. طبعا تختلف من 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 شخص لشخص. شوفوا انا طلبت من كودو وبيوصلني ان شاء الله. هانجر ستيشن من اجمل تطبيقات التوصيل اللي ممكن تتعاون معاهم.